عندنا فكره الطروحات، تمام؟ يعني الطروحات الحكوميه اللي هتحصل الفقره القادمه دي اعتقد هتبقى مصدر جذب قوي جدا، وخاصه للمستثمرين الاجانب والعرب. وبالتالي ده هيوفر لك اكتر من حاجه، هيوفر لك اولا ان انت عندك عدد الشركات اللي موجوده في السوق هتزيد، فبالتالي هيؤدي الى زياده احجام التداول عندك في السوق المصري، هيؤدي لزياده الثقه للمستثمرين، هيدخل لك اهم حاجه فكره العمله، هيدخل لك الدولار من بره ويبدا يبقى عندك استثمار اجنبي مره ثانيه اللي هو للاسف قل الفتره اللي فاتت، وبناء عليه بدات المؤسسات الماليه بدات تخفض تقييم مصر والسوق المصري. بس طيب. فاحنا اهم حاجه معتمدين جدا على الطروحات الحكوميه، وده دور سوق المال الفتره الجايه. السوق المصري اخر سنه بيشهد اكبر معدل لدخول المستثمرين، وخاصه الربع الاخير من 2022. احنا عمرنا ما دخل عندنا قاعده العملاء الكبيره دي في السوق المصري. ممكن ده نتيجه الطروحات، ممكن نتيجه التعويم. الناس اللي معاها مبالغ صغيره مع صعود حاجه زي الذهب والعملات وخلافه والعقارات، يمكن السوق المصري هو مصدر الجذب الوحيد. يعني الاسهم لحد اللحظه دي ما شفناش فيها الصعود القوي اللي بيماثل صعود الذهب والعمله والعقارات، تمام؟ فهو اصبح ملاذ امن لي ان انا ممكن اشتري في البورصه المصريه، لانها ممكن فكره للتحوط ضد تقلبات العمله. رقم واحد، يعني وانت داخل اي شركه سمسره لازم تتاكد ان هي عندها اقسام بحوث عشان تاخد قرارك الاستثماري بناء على معلومات موثوق بها من الاقسام دي. رقم اثنين، ممنوع منعا باتا فكره ان انت تستخدم الشراء الهامشي او المارجن، لان ده مخاطرته عاليه جدا. انت ما بتشتغلش بفلوسك، انت بتشتغل بفلوسك وفلوس الغير، ففي حاله نتيجه لا قدر الله اي خسائر، الخساره بتبقى مضروبه في اثنين، زائد ان انت بتدفع فوائد مقابل التمويل ده. فطبعا بننصحه يعني بشكل قوي جدا، اوعى تستخدم المارجن في بدايه تداولاتك. رقم ثلاثة، ممنوع الانصراف على التوصيات اللي بتنزل على السوشيال ميديا وناس بتتكلم بدون خبرة وعلم، وده اللي احنا بندعو ليه البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية. كانوا بدأوا يتخذوا مواقف جادة وقالوا ان احنا هنبدأ نحاكم او نقاضي، يعني انا مش فاكر العقوبة، بس كانوا بيقولوا اللي هيبدأ يتكلم على توصيات في البورصة المصرية وهو ما عندوش شهادة او خبرة او شركة، ده هيبدأ يتخذ ضده اجراءات قانونية.